وصل إلى مملكة البحرين اليوم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عمان الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن حمد آل خليفة والسفير الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي رئيس بعثة الشرف. Thank you.